المقطوعة الشعرية من كلمات علي محمد الراجحي من قبائل السهمان مرسلة إلى الشيخ حسين بن علي القاضي فهذا هو البدع والفعال الجواب. سبحان الذي مكمل ليل وصاب وبالأرزاق للمخلوق كفيه ومدى حد ما حج الحرم صاب على الكعبة ويكمل للطوافيه وما يتلو تبارك ولو راف إذا حنا من النار اللافيك وبصلي عليك يا سيد الأشراف محمد رات من زاره وشافيك وطول عاجي بدا والقلب مختاف وبعض الناس يحسبها عوافيك وطول عاجي بدا والقلب مختاف وبعض الناس يحسبها عوافيك هلا مرسليكم شد الأكاف وشل الخط ما فيه اختلافي وصلوا العاصمة لعند الأشراف أبو نايف ومكمل الوصافي أبو نايف مكمل الوصافة سليكم شد الأكاف وشل الخط ما فيه اختلافيك وصلى العاصمة لا عند الأشراف أبو نايف ومكمل الوصافيك محمد وأحمد المشهور ما خاف وعد سين وعلي لا شي خلافيك يجلوا همنا في يوم الكاف يخلوا تالي المربوط صافيك حسين عليك القلب قد خاف ودين الدم ومكيال وفيك حسن لاشي معاكم طب وصاف كمن تخبر من ايديك الوصافيك حسن لاشي معاكم طب وصاف كمن تخير من يدي وصافيك مشايخنا وقد قرلوا في الاطراف وقد لبسوا غمايم والكوافيك هجينا لم تبى تسعى بالإسعاف تغلونا نقى خمسين صافيك حديناك لم تبى تسعى بالإسعاف تخلونا نقى خمسين صافيك وشارك لقرح ماشي تلقاف ولا حد يكسره والجاه ضافيك وشوراك لا قرق ماشي تلقاف ولا حد يكسره والجهد ضافيك لكم غادات طول الوقت قناف وقد ميزانكم هد الكفافيك ومن جاء عندكم في الوقت ما خاف تجلوا كربته والظهر دافيك عندكم في الوقت ما خاف تجلوا كربته والظهر دافيك وبعض الناس ينجد لك بصفاف إلى الدنيا من والجو صافيك ولا قد خلقت لا رأى ولا شاف تعذر بالمرض يقلب خرافيك وهذا قول ذي حل في الأطراف ولا نطلب من الحدة عوافيك حل في الأطراف ولا نطلب من الحدة عوافيك وعامل طولنا في رات الأشواف على ورخان من فوق الصوافيك وبان ذكر محمد سيد الأشراف محمد سيد من جاره وطافيك.